تحديدا من شيكابالا من بعد مباراه الاهلي والزمالك؟ ما اكيد طبعا. انت خلي بالك انت الماتش بيخش العالم كله بيتفرج على، يعني الدول العربيه كلها بتتفرج على اللقاء. فطبيعي انت خلي بالك بتخش غصب عنك، بتخش الصوره جوه بيتك، جوه بيتك واخواتك واهلك وعيلتك. فلما يشوفوا منظر زي كده ما ينفعش يصلح للعيب قدم يعمل كره قدم يعمل كده. احنا زمان كنا بنتكلم على القدرات الموجوده، كابتن خطيب، كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، الناس دي كلها، كابتن ابو تريكه، الناس دي كلها بتبقى مثل لما يعمل تصرف الناس كلها بتشيد بيه. ما ينفعش احنا نوصل للمرحله اللي هي موجوده، اللي هي بالعربي كده بنتكلم عليها جهل، جهل من لعيب كره قدم ما عندوش الثقافه او الوعي. انت رايح راجل قدوه، فابني عنده 5 سنين بيتفرج عليك، واحد عنده 20 سنه، واحد عنده 50 سنه، فكل اعمار الاسره بتتفرج عليك. فلازم اكون على قد الحدث. تاني حاجه، انت بتلعب نادي كبير، نادي كبير، قطبين الكوره موجودين في الاهلي وزمالك في مصر طبعا، فلازم انا احافظ على شكل النادي وعلى اسم النادي وعلى مبادئ النادي. ما ينفعش انا المنظر اطلع بالصوره المهينه اللي احنا كنا بنتكلم بالمنظر ده. يعني والبعض اذا كان بينادي او بيتقال ان مثلا اصل اتشتم كتير واتشتم بوالدته كتير واتشتم فانا الحقيقه يعني انا كل ده كنت سايبه ان شاء الله بكره هتكلم فيه اكتر، لكن برضو وجودك معايا واعتقد ان انت يعني كلاعب وكنجم كبير في نادي كبير النادي الاهلي، اعتقد ان انت شفت الحاجات دي كتير. احنا شفناها كتير جدا خلي بالك، وشفناها وكنا بنلعب. انت بترد على الجمهور برضو، بتقعد تعمل اشاراته وبتعمل حركاته ومش عارف ايه، انت او غيرك او شفت حد من الجيل ده كان بيعمل كده؟ خالص والله يا كابتن سامح. احنا بنتكلم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي او اللي اتربى في النادي الاهلي. انا كنت في ناشئين النادي الاهلي موجود، انت ترد ردك جوه الملعب. مفيش الحاجات الخارجيه دي انت مش مركز معاها. هو انت معلش سوري في الكلام، انت مش ممثل او انت راجل هتعمل شو او هتعمل شو في السيرك فمستني الناس كلها تبص عليك. انت راجل لعيب كره قدم بتحافظ على اسم ناديك، بتحافظ على الاخلاق، بتحافظ على المبادئ بتاعت النادي اللي انت تربيت عليها. فطبيعي انت مش هتعمل حاجه زي كده تسيء للنادي وتسيء لاسمك، خصوصا انت كبرت. انت راجل كبير، الاول كنت عيل صغير، بعد كده بتكبر. كلنا يعني بنبقى 20 سنه 21 سنه غير لما يبقى عندك 28 29 سنه غير لما يبقى عندك 35 36 سنه. يعني ما دي العقليه اللي بنتكلم فيها. واول كلام انا قلت لك الثقافه بتاعت اللعيب. اللعيب عارف بيتاقلم ازاي، بيعرف يتكلم ازاي. وده اللي خلي بالك يا كابتن اسلام تقودنا في موضوع تاني خالص، هو ايه اللي مخلي محمد صلاح العقليه ديت والتصرف دوت غير اللعيبه الموجوده في مصر كلها؟ ما احنا عندنا الفتره اللي فاتت عندنا ناس مواهب كانت كبيره جدا. ميدو وزدان وكل الناس سافرت كتير جدا، يعني مواهب كبيره جدا، بس ما نجحتش نجاح محمد صلاح. ليه؟ عشان محمد صلاح عنده عقليه تانية خالص. عنده بيحترم نفسه، حتى في عز لما راح لعب في اسرائيل مع البطوله العربيه الموضوع عنده مختلف، الدنيا هدوء، عنده اتزان نفسي، عنده تصالح مع نفسه، ما عندوش الحاجات دي، وعارف اللي عنده جماهير. فلما يعمل تصرف زي كده مش بيزايد على جماهيره من خلال ان هو يعمل حركات سيئه جدا للجمهور الاخر. سيبك من المشاحنات ومن الكلام ده طبعا.